مين اللي كان بايكوردن؟ مين لو 99% من شخص بايكوردن هذا بيقدر يملك مين بايكوردن؟ بس ما بتقدر تحمل مثل شقة الأرض اللي بالبلد اللي بيمشي عمال بيقدر يقول على خميس الأرض ولا حريري ولا مصري ولا مين ما كان بيقدر يقول هذا بايكوردن موجود في الأردن ولا يمكن يصير إلا بايكوردن إلا بايكوردن في ألوف الملايين وألوف المساهمين هاي قصة هي بس حتميزة أسعار خوف الناس من إخراج البنك العربي إلى الخليج بعد ذلك وماذا المؤسسة؟ أنا بدعي للبنك إنه المساهمين يكونوا مبسوطين أنا ما بقدر أقدر على الثاني ولا رح أقدر ولا لازم أتأخر والبنك ما رح يتأخر بس حقيقة الناس البنك هي اللي بتغير السعر بتأمل إنه الناس المساهمين يكونوا متوقعين إنه الوضع يكون أحسن وإن شاء الله يكون هيك الله يتحسن. بقول له هلا انت شايف النتيجه اللي بيشتغل اسهم اموال شايف راح تصير وضع البنك يعني دوليا وماليا البنك العربي دائما ان شاء الله بنوصل على تشكيل ان شاء الله بس انا متاكد لانه في ناس كثير ممتازه اداراته ممتازه الشباب اللي فيه ممتازين انا برفع راسي فيهم ان شاء الله راح اشوف الكلام انا بسحب الامور باقي الناس بيستنوا بدي اجاوبك على سؤال بسيط او مستقيم انا ما بشتغل بالسياسه ولا عمري اشتغلت بالسياسه ولم اشتغل بالسياسه بعدين انا اشتغلت بالصفر اشتغلت على التال اشتغلت مراسل اشتغلت كلسون وطلعت بعرائس بيني وليس باي شيء اخر اثنين عائله الحريري يا ريت كل العائلات لانه الشيخ رفيع الحريري بدا من الصفر وطلع اشتغل بالسياسه اختياره ولكن لم يشتغل بالسياسه بالاردن اشتغل في بلده ودفع ثمن غالي لا اخلاقه ولا بلده واللي سببوا له اللي صار الله عندي ربنا ما عنده حجار يرميهم الله بيتصرف بيحكم علينا كلنا الضمان الاجتماعي يملك 15% من البنك العربي معظم مساهمين البنك العربي هن مش بيت الحريري ولا الضمان الاجتماعي ولا صبيح المصري المساهمين العاديين اكثر من نص المساهمين هي مثلك ومثل اللي عندهم مساهم 10 اسهم و100 سهم فانسان قصه الارستقراطيه الله يرضى عليك بعدين النجاح كلنا بنشجعه وبتمنى للكل ينجح ويطلع يصير سيدي الارستقراطيه كن متاكد انه انا بشغلي انا والعتال اللي باب البنايه بنسجل بنعيش مع بعض فما يهمك الموضوع وبأكد لك إنه كل اللي قاعدين هون على المجلس كلهم ناس محترمين بيشتغلوا لمصلحة البنك ولو إنهم ما بيشتغلوا لمصلحة البنك ما عم بيصير اللي بيصير اليوم. تفضل سؤالين وبعدين خلص بدنا نعرف رجعنا يوسف نمر من جديد دخل أهلا أنا بدي أرجع للسؤال زميل بس المفاعلة ما جاوبت عليه بشكل مكامل بالنسبة لمجلس إدارة بنك سويسرا ناقشته في المجلس الأخير عندنا اليوم شو الإجراءات؟ إنه هل راح يستمر فعلا؟ يعني شو قرار آخر قرار مجلس الإدارة في هذا الموضوع؟ أنا حكينا في الموضوع اتفقنا إنه إحنا ما كنا نجي شو العربي يستقيم بنك العربي سويسرا جزء من المجموعة من المسار من نجوم مساهمي البنك العربي ولكن مفروض ولا حال إذا بده يستقيم ولكن إذا ظلوا رح يضلوا قاعد احنا ما برفع العصاي الحين ما يجي اصول الاصول هو انه يستقيل ولكن احنا بدنا قرار ما نطلب منه يستقيل اذا بده يضل في البنك السويسري يضل قاعد بس هناك الحكمه مربوطه بالحكومه السويسريه مش بصبيح المصري اوكي في حد عنده سؤال ثاني اخر سؤال الله يعطيك